بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا. نحمدك على إذنك لنا بمحبتك، لولا محبتك إيانا ما أذنت بحبنا إياك. أنت العزيز وأنت الكريم وأنت الممدوح أبد الآباد. الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نراجع بعض آيات من سورة غافر لبفلت. قول ربي سبحانه وتعالى في آية 41: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله أن المسلمين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال أنتم مرون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء النار. صدق الله العظيم. هل تحدث فيهم الآيتين عدة مرات، لكن لا بأس بتلخيص ما ورد في هذه الآيات. هذا مؤمن من قوم فرعون، لما رأى الصراع بين الحق والباطل أنا غلب عليه إيمانه، فتسرع على الحاضرين وقال ما ورد في هذه الآيات الكريمة: فيا قوم الذي أدعوكم إلى النجاة. أنا موجود في آيات أخرى يدخلون الجنة ويدخلون النار. يقول يا قوم الذي أدعوكم إلى النجاة، علاش تعملون بعكس ما عملناكم به؟ حلال وهل جزاء الإحسان ولا الإحسان؟ أنتم الإحسان لا يدخل حساباتكم، بل تعتبره هذيان وتعتبره عدوان. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي نجاة من غضب الله وأهل العقاب، وتدعونني إلى النار. أنا بمفردي أردت لكم الخير، وأنتم بجمعكم ما قابلتموني بشر. تدعونني، وهذه محنتنا، محنتنا كون أعمى ناس ربانيين ونريد لأنفسنا ولغيرنا القرب من الغفور الرحيم. تدعونني أو فصلهم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم. يعني أنا ما عندي كلام وحده، هو اللي صدر عن المولى على لسان عقولنا وعلى لسان أنبيائنا عليهم السلام. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم. أنتم أشركتم بالله في نسائكم ورضيتم هم أعود لكم وقربوكم من الله زلفا، أموالكم ناشيكم، علومكم اللي ليست بعلوم، لأن يعني العالم الحقيقي لا يشرك بالله، لأنه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الإنسان العالم الحقيقي هو أول من يخشى الله وأول من يقر بأن الله لا شريك له ولا شك في وجوده ولا تنقيص في قدرته، وله الأسماء الحسنى. العالم الحقيقي لا يجادل في هذه الأمور. تدعونني ليكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، يعني عزيز القاهر للطول وهو فوق عباده وهو القهار الغفار، كذا القهار والغفار. لا جرم أي لا شك أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما عندكم حتى شيء تقدموه، فصرتوا اللي تدعونهم آلهة من دون الله أو شركاء الله الذي كان لا يصدق لا، لأن الله حتى له من الجدية أو الواقعية. وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار، يعني كل شيء
وردوا إلى الله بما فيه أنفسنا، وضعنا تحت رحمة ربي الذي لا تضيع عنده الودع. فستذكرون ما أقول لكم، هو سبقنا، فستذكرون ما أقول لكم وفضل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبي الله ونعم الوكيل، وفضل أمري إلى الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا، كل ما تعدوا عليه بالسر والعلن إلا ورب من هذا. رب يقول وأنجينا الذين آمنوا وكان حقا على رسول المؤمنين. شوف مين احنا في الدين الكبير، احنا في الحصن الحصين الإلهي. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون وسوء العذاب، النار يعرضون عليها قد أكثر قبل ما في مرة. هذا بآل فرعون ومن شكلهم كلهم يعرضون على النار من الليل والنهار حتى يزيد عذابهم أثناء الحياة البرزخية، حتى قبورهم تكون حفر من النار والعياذ بالله. والسلام على من اتبع الهدى.